مساء الخير. من أسبوع تقريبا ضمن حلقة سابقة من برنامج شو إلك وشو عليك، تناولنا أحد المواضيع الاقتصادية المالية اللي ممكن نكون عم نعالجها مع ضيوف اختصاصيين، وقدمنا شرح عن الضريبة المباشرة. واليوم نعود لنكمل فهم الضريبة، نظام الضريبة عفوا، اللي بشكل أحد المحاور الرئيسية للنقاش الدائر بالوقت الحاضر وعلى جميع المستويات حول كيفية معالجة الأزمة اللي عم تعصف بلبنان. ولتوضيح بشكل شامل وكافي هذا الموضوع، منناقش اليوم مباشرة عبر هواء الأو تي في أسس وتطبيقات الضرائب غير المباشرة، وهي الضريبة اللي ما بيدفعها الأفراد والشركات إلى الحكومة بشكل مباشر، ولكنها تفرض على إنتاج السلع والخدمات وبيعها. ورح نغوص طبعا بمميزاتها وعيوبها إذا صح القول. ولكن أولا اسمحوا لي رحب مشاهدينا فيكم، تحية لكم. أنا وزميل جو أيضا برحب فيك جو، أهلا وسهلا فيك. وبسرنا نكون عم نرحب بضيفنا رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أستاذ بسام مهدي. أهلا وسهلا فيك معنا، شرفت استوديو الوطني. كمان مشاهدينا اللي بحب يكون عم بيشاركنا وعم بيتابعنا مباشرة على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي، كونه رح تتضمن بسياق حلقتنا مداخلة مع المحامي بسام غلام. خلينا نبدأ أولا من موقعك بصفتك رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة، حدثنا بشكل مختصر عن دور هيدي الدائرة بوزارة المالية. بدك تسمحي لي بداية أشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا. نشكر المؤسسة الكريمة، نشكر رؤسائي بالإدارة اللي أعطوني هالفرصة وكلفوني، وكمان اسمحوا لي استغل وجودي هون لوجه تحية لكل موظف شريف بهالدولة. نعم. الأزمة الاقتصادية الراهنة سحقته ماديا، وضعه صار جدا صعب، ولكن لحديت هلأ ما قادرة تسحقه بعد معنويا وأخلاقيا. بعده مستمر عم يؤدي خدمته وواجباته لحتى لي نعمل اللي لازم نعمله تجاه بلدنا وتجاه المجتمع. واليوم نحن كنا منفذين إضراب كموظفين بالإدارات العامة. نعم. وبكرة كمان رح نستمر بالإضراب. نعم. لعله هالصوت يوصل، لعله تستجاب للمطالب اللي فعلا في ضرورة يتحقق القسم الكبير منها وبأسرع وقت. أول شيء خلينا نحكي بضرائب غير المباشرة كمفهوم عام. 100% العالم تفهم شو المفهوم الحقيقي للضريبة الغير المباشرة. ضريبة مباشرة، إذا بلشنا منعرف العكس نوصل يمكن للي بدنا نوصل. ضريبة المباشرة هي البطال الدخل، بطال الإيراد، بطال الريع، أو أي نوع من أنواع الكسب المادي. نعم. أنا بربح شيء بكسبه من خلال معاشي، من خلال شركتي، من خلال بيع عقار، من خلال أي شيء بحقق كسب مادي، بيفرضوا عليه ضريبة. هاي الضريبة بتكون ضريبة مباشرة. نعم. عكس ذلك، خلاف ذلك، بس الضريبة تصير الطال استهلاك سلع أو خدمات، تصير الطال إنتاج سلع أو خدمات، تصير الطال تعاملات بين أفراد أو مؤسسات، هيدي بتصير ضرائب غير مباشرة. نعم. ليش ضريبة غير مباشرة؟ لأنه عادة، طبعا هيدي القاعدة ولكن في استثناءات، عادة ما بتدفع من المكلف الموجه له مباشرة للدولة. أبرز مثال على الضريبة الغير مباشرة هي ضريبة القيمة المضافة، value added tax. الشركة، المؤسسة، التاجر بيبيع السلعة أو الخدمة للمستهلك، المستهلك بيدفع TVA، دور الشركة أو المؤسسة تنقل هيدا المبلغ توصله للإدارة، بيكون عم يدفع ضريبة المواطن المستهلك بطريقة غير مباشرة. مباشرة كمان قد تكون على شكل خدمة أو منفعة بتقدمها الدولة للمواطن. كلنا منروح بنعمل معاملات، بنعمل شيء بالدولة، بندفع رسوم، هيدي الرسوم هي ضريبة غير مباشرة. نعم. مش عم تفرض على دخلنا. حلو. مش عم تفرض على اللي عم نطلعه من المصاري، ولكن عم ندفعها من دخلنا بطريقة غير مباشرة. 100% مباشرة. هلا كدائرة الضرائب غير مباشرة نحن ببيروت نتولى جزء من الضرائب غير مباشرة، بعض الضرائب غير مباشرة، لأنه الضرائب غير مباشرة بلبنان كتير كتير كتير. أنواع عم تحكي. نعم. في أنواع كتير من الضرائب غير مباشرة بلبنان، وبتتوزع على إدارات كتير، كل إدارة بحسب تخصصها، بحسب طبيعة عملها
هي بتتولى عملية فرض وتحصيل ضرائب الغير مباشرة. في بعض أنواع الضرائب غير المباشرة بتتولاها مديرية المالية العامة اللي نحن بنتبع لها، مديرية المالية العامة فيها مديرية واردات، ونحن كدائرة أحد دوائر مديرية الواردات. عندنا مجموعة من الضرائب غير المباشرة نشتغل عليهم من حقهم ومنحصلهم من الناس اللي خاضعين. طيب استاذ بسام، شو اهم الضرائب؟ هني بنعرف انه الضرائب المباشره كثير، بس شو اهم الضرائب غير المباشره يلي عم تقوم هلا الدائره بجبيتها؟ على راسهم رسم الطابع المالي، اكيد اللي هو بيطال شريحه واسعه جدا جدا من الناس. كل الناس بتعرف رسم الطابع المالي، صحيح. في عندنا ضريبه الملاهي، شوي صار تطبيقها محصور ضيق ولكن موجودة. في عنا رسم على بدلات الطعام والشراب والإقامة، هيدا كمان رسم موجود انحصر تطبيقه، بعد شوي بنحكي ليش انحصر تطبيقه ولكن موجود. في عنا رسم خروج مسافرين، رسم المغادرة، اسمه رسم خروج مسافرين، كان سابقا اسمه رسم مغادرة، بعده التسمية شائعة جدا، نحن شو نحكي عنه أساسا في الحوار، ولكن حاليا اسمه رسم خروج مسافرين. في عنا رسوم على الأماكن السياحية والأثرية، في عنا رسوم على الإسمنت، إنتاج الإسمنت، صحيح. في عنا رسوم على إنتاج واستهلاك المشروبات الروحية، صحيح. ومجموعة أخرى من الرسوم، المقالع المقالع والكسرات بيشملها أكثر رسم الطابع المالي. طيب بما أنه حضرتك عم تقول في بعض الضرائب المباشرة انحصر العمل فيها، شو أهم الضرائب اللي بطلت موجودة أو انحصر العمل فيها من بعد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة؟ سابقا حتى قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، في ضرائب ورسوم غير مباشرة تم إلغائها بنصوص خاصة، لأنه يمكن بطلت، لأنه ما عاد إلى لزوم. مثلا كان في رسم على أشرطة الفيديو، إذا بتتذكر ايام اول طلعتنا كنا نجيب الفيديو، صحيح. كان في عليه رسم، هيدا كل شريط فيديو عليه رسم، هيدا لانه اساسا بطل ما عاد له انلغى. هلا لاحقا وقت اللي صدر قانون الضريبه على القيمه المضافه مشان ما يصير في تراكم للضرائب، ضريبه فوق ضريبه فوق ضريبه قدر الامكان، اجت حلت محل عدد من الضرائب الغير مباشره، من ضمنهم مثلا اللي كنا عم نحكي عن شوي ضريبه الملاهي، صحيح، اللي هي على اماكن الاستجمام والحفلات وأماكن اللي بتعرض حفلات وأنشطة فنية. الرسم 5% على بدلات الطعام وشراب الإقامة، على ورق اللعب، كان في رسم الجبس والكلس، في مجموعة. هلا هيدي بتحددهم أكثر اللي بيحب يطلع بنص قانون الضريبة غير مباشرة. في المادة بتصور 55 بقانون الضريبة على القيمة المضافة، بيحدد شو هي مجموعة الرسوم والضرائب اللي ألغتها أو حلت محلها ضريبة على القيمة المضافة. طيب أستاذ مهدي، شو بالنسبة لرسوم استثمار المقالع؟ كنا عم نحكي عن المقالع، هل عم بتم جباية هذه الرسوم؟ الرسم على استثمار المقالع، وشو هي تحديدا؟ يعني شو مفهوم لما بنقول مقالع؟ شو بيعني؟ الاستثمار المقالع عادة بيوقع أو بتطاله ثلاث أنواع ضرائب ورسوم، أو مش ثلاث أنواع، خليني أسميهم ثلاث مطارح. أوكي. في اثنين منهم رسم طابع مالي، وفي واحد منهم اسمه رسم على الاستثمار. الرسم على استثمار المقالع هو بيعود للبلديات المعنية، بس واحد ياخذ ترخيص باستثمار مقلع او كساره، في رسم بيعود للبلديه المختصه اللي بيوقع المقلع ضمن نطاقها. بتحدد قيمه الرسم بحسب شو طبيعه المقلع، لشو عم يستخدم، موزاييك، حجر تزييني، بلاط، بحص، كذا، بيروح للبلديه. هيدا تسميته رسم استثمار مقالع، بتحدد بحسب المساحه وطبيعه الاستثمار، شو هو، لشو عم يستخدم هذا المقلع، لاي نوع من المواد. يعني بيركزوا على قصص معينه. في مطرحين تانيين هن رسم طابع مالي. اول شيء عند الترخيص، كل واحد بيستحصل على رخصه مقلع او كساره لازم يدفع 50 مليون ليره على الرخصه كرسم طابع مالي. حاليا
ما عم يتحصل، مش لانه نحن ما نحصل، لانه ما عم ينعطى رخص. نعم. مبدئيا وزاره البيئه والمجلس الوطني للمقالع والكسرات ما عم يعطي تراخيص. نعم. عشان هيك قلنا فتره طويله يمكن ما حصلنا الا ما ندر. المطرح الثاني من رسم الطابع المالي هو على الكميات اللي يتم استخراجها من الموقع. كل واحد بيشتغل بمقلع حاليا بيستخرج من الارض على المتر المكعب 1500 ليره. وبهالاطار من فتره بموازنه 2019 طلع عن ماده بتحكي عن المسح اللي راح تقوم فيه مديريه الشؤون الجغرافيه بجيش اللبناني. الجيش اللبناني مشكورا قام بعمليه مسح شامله لكل الاراضي اللبنانيه على المقالع والكسارات، وحدد كل كساره ومقلع شو تم استخراج منها مواد، وعم ننسق نحن وياهم العمل الجاري لتحديد كل كسارة أو مقلع، كل مستثمر لكسارة أو مقلع شو لازم يدفع ضرائب ورسوم. ذكرت حضرتك الرسوم على البيع وإنتاج المشروبات الروحية. نعم. نحن بنعرف أكثر الرسوم على البيع. نعم. وإذا بتعطينا فكرة بس مين بيخضع يعني لرسوم بيع المشروبات الروحية، وحتى يعني مثلا دكان صغير لنعتبر بمحل معين إذا عم يبيع مشروبات روحية بيخضع سناك لنعتبر، يعني أنت ما تكون محصورة بس بالمطاعم والأوتيلات وكمان البابس وهيك. أعطينا فكرة أكثر مين بيدفع هالرسم؟ الرسوم اللي نحن نفرضها على المشروبات الروحية أو ما يتعلق بالمشروبات الروحية. نعم. ثلاث أشكال. أولها على الإنتاج. صحيح. كل من ينتج مشروبات روحية لازم يدفع رسم بحسب الكمية المنتجة. نعم. وكل صنف له رسم محدد على الليتر. صحيح. مبيت له رسم، العرق له رسم. نعم. جن بيرة. طبعا كل. نعم. بيرة إلى رسم. هيدا رسم استهلاك داخلي. نعم. بيدفعه المنتج. بنفس الوقت اللي بيستورد بضاعة من الخارج بيسدد نفس الرسم الاستهلاك الداخلي على البضاعة اللي بيستوردها. نعم. هيدا شكل من أشكال الرسوم على المشروبات الروحية. نعم. هي الإنتاج والاستيراد. والاستيراد. في عنا رسم على بيع المشروبات الروحية أو ترخيص بيع المشروبات الروحية بأوعية مقفلة. يعني اللي بدي يبيع المشروبات الروحية بالأنيل أوعية مسكرة بالتنكي بالما بعرف شو. نعم. هون بحسب شو الوضع تبع التاجر. إذا كان مستورد بيدفع مثلا 900 ألف عن كل ماركة بده يستوردها بالسنة. نعم. محدد 900 ألف عن كل ماركة. عن كل ماركة. نعم. إذا كان منتج بده يدفع 500 ألف عن كل ماركة بينتجها. نعم. تاجر الجملة بيدفع 500 ألف عن كل الماركات كل اللي بينتجها. نعم. المحلات الصغيرة اللي أنت عم تسأل عنهم الرسم صغير ضئيل هو 25 ألف. نعم. بس لازم يدفعها. نعم. يعني ميني ماركت، ستور صغير، أي واحد بده يحط عنده بالمحل يبيع بيرة، يبيع أي نوع من المشروبات الروحية، فودكا ميكس اللي دارجين كثير في آخر فترة. نعم. لازم يستحصل على ترخيص ويدفع رسم مقداره حاليا 25 ألف. طيب خلينا نقول حتى اللي بيبيع بالكيس أو يعني بالأنينة بيفتح. نعم. الأنينة وبيبيع هيدا الشكل. هيدا الشكل الثالث اللي. نعم. كنت بدي أحكي لك عنه. نعم. هيدا بيسموه رسم على ترخيص بيع المشروبات الروحية بالقدح. نعم. قدح الكيس. صحيح. احنا بنسميه بين بعضنا. نعم. كيس. هون بيتحدد الرسم بحسب التصنيف السياحي للمؤسسة اللي بدها تبيع مشروبات روحية. نعم. كان فندق دولي، كان خمس نجوم، كان أربع نجوم. نعم. وبحسب مساحة الصالة اللي بده يتقدم فيها هيدا المشروب. نعم. بالكيس. يعني كل مطعم، كل كافيه، كل أوتيل. نعم. طبعا كل ما ارتفع التصنيف السياحي للمؤسسة. نعم. وزادت مساحة الصالة لازم يدفع رسم أكثر أعلى. وهيدا مهلتها بنهاية شهر كانون الثاني من كل سنة. بأول سنة بالشهر الأول من سنة بشهر. نعم. كانون تاني من السنة لازم يجي يدفع هيدا الرسم عن السنة كاملة. وبياخد مثل الشهر واللي بيبلش افترضنا هلأ بشهر حزيران نحن. نعم. معه مهلة شهرين. لا يجي. نعم. يعمل المعاملة ويدفع عن رسم عن السنة. طيب في رسوم السماح بالتدخين بالأماكن العامة من بعد ما طلع كمان في عنا قانون منع التدخين. هيدا الرسم مظلوم. نعم. أنا دايما بقول هيدا الرسم مظلوم لأنه طلع بفترة صعبة. نعم. معقدة شوي، طلع بموازنة 2019. صحيح. ومن وقتها لهلا اجت للإدارة
وللمكلفين قادرين بعد اللي يطبقوه بالشكل اللي لازم يتطبق فيه. عم نحاول جهدنا كلنا. وبحب شير لشغلي هون انه لبنان موقع على اتفاقية اطار مع منظمة الصحة العالمية. واللي ملزم فيها يحد من التدخين. واحد وسائل الحد من التدخين او تقليل استخدام التدخين هي الضرائب. 100%. واجت هيدي الشغلة الرسم على السماح بالتدخين في المؤسسات السياحية شغلة بهيدا الاطار. وهيدي بسموها برا استاذ جو بيعرف سن تاكس يعني ضريبة على الخطيئة. صحيح. بيعتبروا التدخين شغلة بشكل مخلئ. نعم. يلي هي التدخين. التدخين خطيئة. نعم. خطيئة كبيرة بالنسبة لي. نعم. بيجوا بيعترفوا عندك. بقى إجا هيدا لي. ولكن المؤسسات السياحية ما قدرت تلتزم بالقدر الكافي واللازم خلال الفترة من سنة 2019. هو صدر بموازنة 2019 بشهر 7 2019 لهلا. بالقدر اللي نحن نأمل أنه تلتزم فيه ونحن نقدر نطبقه لهلا. طريقة تطبيقه أو الرسوم الأسس تقريبا مثل بيع المشروبات الروحية بالقطح. بحسب التصنيف السياحي للمؤسسة إذا فندق إذا مطعم إذا كافيه إذا وبحسب مساحة الصالة اللي بنسمح يتقدم فيها الأرجيلة أو التدخين. نعم. طيب بصورة مختصرة شو بالنسبة لرسوم المطار المغادرين يلي كنا سميناها رسم خروج المسافرين يلي بتفرضها شركات الطيران؟ في رسوم مطار، في شيء اسمه رسوم مطار. نعم. هيدي بتفرضها بتحققها المديرية العامة للطيران المدني. لا نحن هيدي بتاخدها من الشركات الطيران اللي بتجي. صحيح. بتستخدم المطار، منشآت المطار. نعم. بتستفيد من خدمات المطار، هي ضريبة غير مباشرة ولكن بتفرضها بتحققها المديرية العامة للطيران المدني. نعم. في رسم خروج المسافرين للناس بتعرفه أكثر باسم. صحيح. رسم مغادرة. نعم. هيدا دائرة الضرائب غير المباشرة هي بتتولى. نعم. كل واحد شخص بيسافر بحسب الليفل تبع التيكت. صح. حسب تصنيف التيكت. كيف بيصير التصنيف؟ بس انا انت اي شخص بيسافر. نعم. من ضمن حق التيكت اللي بيدفعه في شيء ضريبي. صحيح. تاخذوا شركه الطيران من ضمن التيكت منشان تدفعوا بطريقه غير مباشره لوزاره الماليه. نعم. للخزينه. يعني اللي بيسافر بزنس بيدفع اكثر. بيتحدد الرسم بحسب الكلاس. نعم. انا اذا مسافر ايكونومي حاليا 50,000. نعم. اذا مسافر بزنس كلاس بتعلى شوي، اذا مسافر درجه اولى. نعم. بتعلى شوي وهلم جره حسب كمان مسافه الرحله. صحيح. كمان اذا الرحله بعيده بتصير الرسم اعلى، اذا الرحله قريبه بيصير الرسم. نعم. طيب بما أنه فتنا بهذا الموضوع اليوم ومؤخرا كمان حتى الميدل إيست طيران الشرق الأوسط أعلنوا كلهم أنه التيكت صار اليوم بدها تندفع بالدولار. بالدولار. بالدولار النقدي مش بس بالدولار، يعني بدك فريش دولار لتشتري تيكت. ونحن بنعرف أنه سعر الرسمة على القليلة لدى وزارة المالية بعده 1,507.5 مشان رسم الطابع المالي 1,508. ترجع بتعطينا المعلومة ليش 1,508؟ أخذين نص شوي. نعم. هاك الحال بيروحوا بالتدوير أول. مش بس. طيب اليوم المواطن عم يدفع حق التيكت فريش، هل معقولة وزارة المالية وما من ضمنها الضريبة أكيد، هل معقول وزارة المالية تجي اليوم تاخد رسم المغادرة على أساس سعر الصرف الفعلي أو سعر صرف السوق السوداء للدولار حاليا اللي هو قرب على 15,000؟ أنا مشكلتي مع الدولار مشكلتين. نعم. كلنا بلبنان هلا عندنا مشكلة مع الدولار. أنا عندي مشكلة مضاعفة، أول شيء كمواطن عم. نعم. يعني عم. نعم. تغلى علي السلع. مشكلة تانية قضية تطبيق القوانين فيما خص سعر صرف الدولار. نعم. نحن عندنا الرسوم محددة بالعملة الوطنية بالليرة. نعم. اللبنانية. ولكن الآياتا والمؤسسات والأنظمة التابعة لها بتحط قيمة رسم الخروج departure tax بتحطه بالدولار على التيكت. لازم ينحط بالدولار. صحيح. وأي سعر صرف بيعتمدوا سعر الصرف الرسمي. نعم. يعني أنا 50,000 ليرة اللي أنا بخدها من الإيكونومي كلاس عم ينحط على التيكت بقيمة 33 دولار. دولار. عم نحاول نسد هيدي الثغره بطريقه ما، ولكن بما يخدم دولار مصلحه الراكب المواطن وبما يخدم مصلحه الاداره. بس 33 دولار عم تندفع من ضمن هالفريش يلي عم يندفع بحق التيكت، ما عم تتصنف وحده. يعني نحن بنعرف انه المرسوم 7308 الماده 18 كتي في ا بتجي بتقول لك اذا بزنس تو بزنس
التي في اي لو كانت بالدولار على 1500. نعم. واليوم عم تيجي الشركات تعمل فاتوره 10000 دولار وتنهونا 1000 دولار تي في اي، بدفع ال 1000 دولار باللبناني وبدفع ال 10000 مثل ما بدي، بدفعهم فريش، بدفعهم شيك. نعم. بدفعهم باللبناني. هون التيكت اليوم مسكره. نعم. يعني حقها التيكت هون الاشكاليه، هذا اللي عقد الموضوع. نعم. انه نظريا قانونيا الرسم 50000، عمليا لاسباب معينه بتخص العمل بقطاع الطيران عم يضطروا يحطوه بالدولار. نحن هلا عم نسعى في متابعه على الموضوع من قبل المختصين بوزاره الماليه والدوائر والوحدات المختصه لحتى نشوف كيف بدنا نعالج هيدي السعر. بس التطبيق الحالي على الاقل على سعر الصرف الرسمي، ما في شيء هلا حاليا. انا ما بيعني سعر الصرف الرسمي. انا بدي على كل راكب بيظهر من لبنان هيدا الرسم. قيمة باللبنان. قيمة باللبنان بدون أي تعديل. نعم. نعم. هلا في المواطن، يعني احنا بننصح المواطنين إذا راح ليدفع حق تيكت. نعم. لقى حاطين له 33 دولار، يسألهم إنه أنتم ليش أخذين مني 33 دولار؟ لازم تاخذوا 50000. نعم. ولازم يطالب بشيء يثبت إنه هن ما أخذين منه أكثر من 50000. نعم. يعني نحن ما بدنا، ما بنقبل المواطن يدفع رسم أكثر. يدفع رسم كبير على اسم وزارة المالية وهو فعليا، او على اسم يعني الدولة وهو فعليا مش رايح للدولة. طيب مثلا كمان كتاب العدل، كمان بيطلع لنا حصة كتاب العدل، شو اهم الرسوم اللي بيستوفوها لصالح وزارة المالية؟ اكيد كمان في عندها تقسيمات. نعم. نظام كتابة العدل، نظام كتاب العدل بيحدد شو هي الرسوم اللي لازم يدفعها المواطن على المعاملات والمستندات اللي بينظمها او بيصادقها عند كاتب العدل. بيحدد حسب نوع المستند، حسب نوع الساق، حسب نوع الكتابة اللي بده يعملها، شو هو الرسم تبع كاتب العدل. بياخدهم من العالم اللي اجوا لعنده اللي عم يعملوا معاملاتهم، وبيروح بيأديهم لاحقا لوزارة المالية. فيما عدا ذلك عند كتاب الكاتب العدل في رسوم أخرى. نعم. في له هو حصة من الرسم، نسبة معينة تضاف إلى قيمة الرسوم تبع الدولة. في رسم للمحامين، في رسم تحرير، وفي رسم عرشو. كمان أنا بنصح العالم أنه أي رسم بدي يدفعوه لدى الزملاء كتاب العدل يتحققوا يشوفوا أنه شو هو الرسم اللي عم يدفعوه كرسم للدولة، وشو هي الأشياء الثانية اللي عم تتسدد يمكن لأطراف أخرى. نحن هلأ رح منشوف أهم الرسوم اللي بتتوجب عن تأسيس الشركات التجارية لدى أمانة السجل التجاري بمقابلة خاصة أجريناها مع المحامي بالاستئناف الأستاذ بسام غلام. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لنتابع حوارنا. عند تسجيل الشركات التجارية لدى أمانة السجل التجاري بتوجب رسومات يجب أن تسدد بحسب نوع الشركة. رسومات تتنوع بين رسومات لوزارة المالية دائرة ضرائب غير مباشرة، رسومات لصندوق تعاضد القضاة، وفي رسومات من خلال طابع المالي الذي يلصق على المستندات. منبلش بشركات الأموال. في رسم ترخيص قيمته مليون ليرة يسدد مقطوع، يسدد لدى وزارة المالية، يضاف له مبلغ رسم 500000 ليرة لصندوق التعاضد القضاة، يضاف لهما رسم نسبة قيمته 5.5% من قيمة رأس مال الشركة لصندوق المالية. وعند الطلب بينوضع طابعين فئة الألف ليرة، طابع رسم تعاضد قضاة وطابع نقابة محامين. هذا فيما يختص الشركات المالية. وعند الاستحصال على صور طب الأصل من ملف الشركة يوضع طابع بيمة ألف ليرة عن كل مستند صورة طب الأصل. أما فيما خص الشركات المحدودة المسؤولية في رسم مقطوع قيمته 750 ألف ليرة، يضاف له رسم قيمته 4%، هو رسم طابع مالي بحسب رأس المال تبع الشركة. يضاف له 375 ألف ليرة رسم تعاضد قضاة و1.5%
من رأس المال الشركة، هذا رسم إضافي يضاف لهما مثل ما كنا قايلين سابقا. الطوابع اللي تلصق عن تقديم الطلب هي طابعين أميريين فئة 1000 ليرة، طابع تعدد قضاة، وطابع نقابة محامين. وعند الاستحصال عن أي صورة بالأصل لأي مستند بملف الشركة بنحط طابع فئة 1000 ليرة. أما فيما خص شركات الأشخاص هي رسوماتها مشابهة لرسومات الشركة المحدودة المسؤولية، 750,000 ليرة رسم مقطوع، و 4,000 رسم طابع مالي هو لوزارة المالية، 375,000 ليرة رسم تعاضد قضاة، 1,500 تكمل لهذا الرسم من قيمة رأس المال الشركة، وطوابع أميرية عدد 2 على طلب التأسيس، طابع رسم تعاضد قضاة، وطابع رسم نقابة محامين. وعند الاستحصال عن أي مستند طب الأصل من ملف الشركة بعد التسجيل بنحط طابع فئة 1000 ليرة على أي نسخة صورة طب الأصل. بإضافة للرسوم المتوجب للرسوم المتوجبة لوزارة المالية وصندوق تعاضد القضاة، في رسم نسبة قيمته 1/1000 من قيمة رأس مال الشركة، أي نوع من الشركات، هو بيكون لنقابة المحامين في بيروت. وإذا عمل نظام الشركة أمام كتب العدل يضاف لهم رسم قيمته كمان 1/1000 من رأس المال الشركة لكتابة العدل. وهدول هن كل ما يتوجب من الرسوم عند تأسيس أي نوع من الشركات التجارية لدى أمان سجل التجاري. ويعطيكم العافية. يعني من بعد ما شفنا هيدا التقرير، ما بعرف في عندك تعليق معين، بحب أعرف بالأساس تعليقك على اللي قاله أبداً اللي ذكرهم الأستاذ. هني هو الرسوم. هلا حتى الرسم المقطوع 1,750,000، يعني 1,000,000 على الشركات المغفلة أو اللي بنسميها مساهمين احنا، و750,000 على شركات الأشخاص محدود المسؤولية طبعاً وكذا، هودي رسم طابع مالي يدفعه عن تأسيس الشركة. طب شو هي الصكوك والكتابات اللي ما بتخضع لرسم طابع مالي؟ هي اللي قال القانون أنه ما بتخضع. القانون رسم الطابع المالي المسوم اشتراعي 67 الصادر سنة 1967 بنص على مجموعة من الصكوك والكتابات ما بتخضع. وفي قوانين خاصة بتعفي. هلا اهم الاعفاءات اذا ما نجوج سريعا، طبعا الدولة البلديات المؤسسات العامة نسخها من العقود الكتابات ما بتخضع، الطوائف المعترف فيها بلبنان نسخها من العقود ما بتخضع، مؤسسات ذات المنفعة العامة في اعفاء لشركات الاوفشور على العمليات اللي بتتم خارج لبنان، القروض الاسكانيه العقود والاتفاقيات اللي بتتم بتمويل من قروض اسكانيه كمان في لها اعفاءات كثيره. هودي اهم من ابرز من الاعفاءات. انا هيك وصلني سؤال هلا من السوشيال ميديا، كنا عم نحكي عليه قبل لفاتوا لي نظري، بتعرف في الويدنج فانيوز هلا. بالنسبه للويدنج فانيو اذا هو يلي جاب الكول لعرس معين، يعني عنده عرس وجاب الكول مشان هذا العرس، وفي طريقه ثانيه ممكن الويدنج فانيو يكون جايب شركه كيترينج هي اللي جايبه مع الكول كمان من ضمن العشاء يلي معمول، هون هو اللي بدهم رخص، يعني ان كان شركه الكيترينج ولا ان كان الويدنج فانيو اثنيناتهم بدهم رخص مشان العرس يحطوا الكول بالعرس. طبيعي. طبيعي الويدنج فانيو لانه بده يفتح صاله، بده يفتح موقع لحفلات اعراس اي شيء كان، وبده يتقدم فيه مشروب بالقدح لازم يدفع رسم. بس هيدا موسمي، يعني الويدنج فانيو ما بغض النظر اذا مكشوف ما بيفتح الا هلا. في مطاعم بالثلج بفرايا بيشتغلوا بس بالشتويه. صحيح. موسمي بدهم يدفعوا. في ناس بيشتغلوا بس بالصيفيه. صحيح. على البحر. بيشتغلوا شهرين ثلاثه بدهم يدفعوا. ما بعتقد رح يتحمسوا كثير للاعراس الوضع نحن فيها الصيفيه. السنه ما في مشكله. عندنا معروف انه مهله تسديد رسم الطابع المالي هي 5 ايام من تاريخ توقيعه او من تاريخ بدء المفعول تبع العقد او الاتفاقيه اللي صارت. بهيدي الظروف الحاليه اللي نحن فيها، اول شيء لوك داون تبع جائحه كورونا، ازمه اقتصاديه، اضراب مثل ما حضرتك ذكرت باول حلقه، هل بعدها فعاله؟ يعني نحن دائما بنتساءل انه يعني شو ليه العجله؟ ليش هالخمس ايام؟ ليه واحد مزروق بهالخمس ايام وكل المهل الضريبيه هي اكثر بكثير من 5 ايام؟ يعني ما عندنا مهله ضريبيه غير رسم الطابع المالي محدده ب 5 ايام.
عم تخلق أزمة هيدا الموضوع، عم تخلق ضغط على وزارة المالية، عم تخلق ضغط على المحامين، عم تخلق ضغط على مفوضي المراقبة، وعم تخلق ضغط على الشركات. ليه خمسة أيام؟ بحب أكد على شغلي إنه هي خمسة أيام عمل، أكيد مش خمسة أيام جار. يعني أوقات بتمد القصة بتمد أسبوع إذا في عطلة رسمية أو ويك أند، حتى موضوع إضرابات هنعتبرها سبعة أيام على طول. إضرابات عم ناخذها بعين الاعتبار، ما بدنا نحن نحمل حدا ذنبه ومسؤولية أكيد أشياء هو منه مسؤول عنا. فإذا وهي مهلة مبدئية خمسة أيام، مشكلة في مهل أخرى برسم الطابع المالي، ولكن أغلب الصحف والكتابات هي خمسة أيام. ليش خمسة أيام؟ قانون رسم الطابع المالي عمل على قياس اللصق، انه انت اذا عملت كونترا قد ايه بدك لتجيب طوابع وتلصق. صحيح، مهله ممكن يكونوا موجودين حتى ما بدك وقت مهله انه بخمس ايام لاشتري طوابع واحطهم بوقتها. هلا طبعا قبل ما ينقطع الطوابع من فتره كمان. صحيح، هلا صار بدك 50 يوم لتلاقي طوابع للاسف. بقى عملت مهله الخمس ايام، ايه مهله قصيره شوي، يعني بتزرق المكلفين اصحاب الشأن، خاصة انه الغرامة كثير كبيرة. صحيح، خمس خمس اضعاف اللي هي اقوى غرامة بكل، في غرامة تحصيل كمان، بلس غرامة تحصيل. بقى الغرامة قاسية، انعملت وقتها عايز. نحن عم نحاول قد ما فينا يعني انه نحاول ضمن هيدي المهلة نلبي العالم بقدر الامكان. رح روح كمان على سؤال ثاني شوي كريتيكال. اذا العقد، نعرف دائما العقد بده طرفين، اذا في طرف داخل لبنان وطرف خارج لبنان، والعقد معمول طبيعي يكون على نسختين هون، لأنه أكيد الفريق اللبناني بده يكون عنده نسخة والفريق الأجنبي بده يكون عنده نسخة. هل بيخضعوا النسختين لرسم الطابع المالي بلبنان؟ وهل فرد مرة العقود ورسم الطابع المالي بيدخل ضمن نطاق اتفاقية عدم ازدواج الضريبة ولا لا؟ لك رسم الطابع المالي بيفرض على العقود والاتفاقيات التي تنشأ في لبنان، بغض النظر عن جنسية أفريقاء العقد. هلأ تحديد أين نشأ العقد موضوع شائك كتير، وحتى بالقضاء بيصير عليه نزاعات، هيدا نشأ هون هيدا ما نشأ هون. بس بكل الأحوال نحن في حال تم اعتبار العقد منشأ في لبنان على أكثر من نسخة، كل النسخ لازم تخضع، حتى لو كان أحد النسخ هي لفريق أجنبي، وحتى لو الفريق الأجنبي عنده اتفاقية عدم ازدواج ضريبي مع اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي لا تشمل رسم الطابع، مثل ما بتشمل اتفاقية مثلا. لأن ضريبة محلية. طيب في شيء تسهيل لعملية تسديد رسم الطابع المالي على العقود المنشأة بالخارج؟ لأنه اليوم كمان دول الخارج كمان هي عندها لوك داون، كمان عندها أزمة صحية، عم بيصير تأخير بالبريد، عم بيصير تأخير يمكن بالتواصل بالسفر من دولة لدولة. في شيء تسهيلات عم تعطوها؟ بهيدي المرحلة قصة الكورونا الوباء اللي أصاب بلدنا وصاب العالم كله سوا، طبعا موضوع المهل كان يتم معالجته دائما من خلال نصوص قانونية تصدر، تعمل تعليق وتعمل تمديد وتعمل شيء، حاولنا نعالجها بهالطريقة، وهيدي مرحلة ورح تمر إن شاء الله بخير وسلامة على الكل. هلا نحن كمان يعني تفهما للي عم تقوله انه الناس بتوقع عقد وبتجيبه على لبنان او شيء، عم نحاول نحدد المهله او ابتداء احتساب المهله من خلال ايمتى وصل على لبنان، ايمتى تم توقيعه فعليا واستخدامه. وهون خليني اقول انه حضرتك يعني دائما بتقلنا انه بده يوصل العقد على لبنان، بافضل يوصل بخلال شركه بريد مسكر وينفتح الظرف بوزارة المالية، مش انه يوصل ويقعد جمعة بالشركة نرجع نفتح الانفلوب نرجع نجي لعندكم. هيدي من احد وسائل الاثبات. يعني انا بدي اعتبر العقد اللي وقع في الخارج، انشئ في الخارج، استعمل بلبنان ايمتى؟ بتاريخ وصوله. صحيح. كيف بدك تثبت لي ايمتى وصل؟ منجيبه لعندك مشان العالم. بس تجيب لي البريد تبع البريد ببين ايمتى. امتين بحق للمكلف تدوين او كتابة عبارة استوفي رسم الطابع المالي نقدا على الفواتير والايصالات بدل ما نلصق الطابع المالي، يعني على فاتير التلفون او هيدي اليه كثير مهمه، كثير عمليه، وكانت كثير مفيده بالمرحله اللي مرقت خاصه بالكورونا، وخاصه كمان اكثر بفقدان الطوابع الورقيه بالسوق، لانه صار الحصول على طوابع ورقيه كل فاتوره عليها 250، الحصول عليها كل مؤسسه تصدر فواتير او ايصالات الى حق تتقدم بطلب لتسديد رسم طابع مالي مسبقا قبل اصدار الفاتوره،
تقدم امبارح انه بدي سدد رسم طابع مالي عن عدد فواتير معين بارقام تسلسليه، طبعا بدي اقول لي من اي رقم لاي رقم عددهم بسدد، وبهالحاله بس يدفع الرسم الطابع المالي بصير بيقدر يحط على فاتورته رسم الطابع المالي مسدد نقدا. يعني عمليه بريبايد بتصير مين. شو بيستهلك فواتير، شو بيكون استهلك من اللي دافع هذا الحق للمكلفين. نعم. نحن رح نتابع اكيد حوارنا، ولكن قبل رح نتوقف نروح لفاصل اعلان صغير وبنرجع لنتابع حلقتنا. بريك وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا، برحب فيكم عن جديد من شو لك وشو عليك، وطبعا بدي رحب برئيس الضرائب غير المباشرة استاذ بسام مهدي، برحب فيك عن جديد، والجو ادم برحب فيك عن جديد. رح نتابع حوارنا. نحن طبعا كنا عم نحكي عن الضريبة الغير المباشرة، عن قصصها وتطبيقاتها. خلينا نحكي عن طرق تسديد رسم الطابع المالي اللي سبق وحكينا فيه قبل الفاصل، وبدي ارجع كمان انتقل بشكل سريع عن مين عنده الحق باستعمال ماكينات الرسوم، كمان رح استوضحها منك اكثر. الطابع المالي بيتسدد بثلاث طرق. اولا واقدمها واللي هي الاساس، لصقا بيشتري المكلف المواطن طابع المالي المتوجب بيلزقه على المستند الخاضع، ولازم ضروري الناس تنتبه تقع بالمشكله تعطل بالتوقيع والتاريخ. او بختم اذا كانت شركه مؤسسه، ختم وتاريخ مشان ما يقع بغرامه، لانه اذا نقص بالتوقيع او نقص بالتاريخ بيتعرضوا لغرامات. الطريقه الثانيه اللي ممكن تسديد رسم الطابع المالي فيها هي نقدا عنا بالدائره. بيجي بيعطيني العقد، بيعرض علي المستند، بنحدد قديش الرسم الطابع المالي تبعه وبنعمل له ايصال، بيدفعه وبنختم له، بنحط تاشيره الدائره انه سدد رسم الطابع المالي. الطريقه الثالثه هي الات الوسم، بيطلب الاستحصال على آلة وسم، بنرخص له بآلة وسم اذا بتتوفر فيه الشروط، وبيصير هو عنده مباشره بيحط اعتمادات ضمن هيدي الآلة، بقلب هيدي الآلة بشرجها، كان بشرجها بديش استخدمه كلمة تشريف. بيشحنها بمبلغ معين، بيدفعهم بيشحنها، وبيصير هو عنده بموقع شركته مؤسسته بيحط الدمغه الطبعه تبعت رسم الطابع المالي. مين اللي بحق له يستعمل هي المكان؟ يعني كل مكلف عنده محاسبه نظاميه بحق له يقدم طلب استحصال على اله وسم. شرط تكون تتوفر بالمستندات اللي بده يسمها بعض المعايير او الشروط، اللي هي انه تكون تحمل اسم وشعار الشركه، يكون لها رقم متسلسل، ويكون قادرين ان مثل نتجع. المصارف مثلا عم تستعمل مكان. مصارف كثير شائعه عندهم. كتاب العدل حاليا نحن تسهيلا للمواطنين رخصنا لكثير عدد كبير من كتاب العدل وعم يستخدموها، واي مكلف له حق يقدم طلب ونحن بندرسه بنشوف اذا في امكانيه بيحصل على ترخيص وبيستخدمه. استاذ بسام، ذكرت انه في رسم الطابع المالي بيتسدد نقدا على صناديق وزاره الماليه، وهون معروف انه لما بيتخطى قيمه رسم الطابع المالي 200,000 ليره الزامه صار تسديد نقدا لدى وزاره الماليه، ما بقى فينا نحطه لصقا. اليوم ال 200,000 ليره اذا عم ناخذ على الاربعه بالالف يعني عقد ب 50 مليون ليره. عقد ب 50 مليون ليره اليوم هو عقد بقيمة كتير قليلة إذا بدنا نتبع قصة التضخم يلي صار. طيب ما في اليوم أي مشروع لرفع قيمة هال 200,000 ليرة لكل مشكل ما، يعني اليوم الفاتورة صارت ب 50,000 ليرة، ما بقى في شيء عقد اسمه ب 50، عفوا فاتورة صارت ب 50 مليون ليرة، ما بقى في عقد بيحرز ب 50 مليون ليرة. في شيء مشروع؟ لأنه مش معقول كل ما واحد عمل فاتورة بالموضوع وزارة المالية. معك حق. نحن ناخذين هيدي الشغله بعين الاعتبار، والموضوع مطروح، هيدا القصه بدها تعديل قانوني، لانه القانون بنص 200,000، اذا بدنا نروح بهذا الاتجاه بنعدل القانون. بس انا حتى عندي بالدائره عمليا في ناس بيكون الرسم 50,000 و30,000 وبيجوا بيطلبوا انه يدفعوا نقدا لحتى يكون على العقد تبعهم المستند تبعهم تاشيره الدائره، هيك بيصير له قيمه قانونيه وبياخذ طابع رسمي. كمان اليوم مثل ما سألتك قبل عن شركات الطيران، في مسألة بتواجه شركات التأمين يلي هن بيدفعوا رسم على أقساط التأمين عند إصدار بوليس التأمين. واليوم كمان بسبب الأزمة المالية بوليس التأمين تصدر بالدولار. واليوم بيتحدد هالرسم عليها.
عند إصداره، صحيح هو القانون بيقول عند تسديد أقساط التأمين بيستحق الرسم، بس كمان اليوم هالمؤمن يلي بيجي على شركة التأمين بدك تقول له قد ايه حق البوليصة من الأول، وبعدين بتعين له أنت إذا بدك الأقساط بيدفع 12 قسط، قسطين، أربعة، مش مهم. طيب عم يجوا اليوم نحدد نحن قيمة البوليصة تنعتبر بألف دولار وعليها من ضمنها الرسوم، وتروح شركة التأمين لتدفع أكيد الرسوم بدها تدفع على 1508. بس يمكن هي لما تجي لتقبض من الزبون تبعها ما تقبض، يعني شركة التأمين عم تقبض حاليا يمكن على 1514، يمكن عم تقبض على 3900، يمكن عم تقبض على 3000، يعني عم بيصير ديل معين أوقات بين شركة التأمين والزبون على قبض هالبوليصة من بعد إصدارها. طيب هون شو بيصير؟ يعني تنفترض قبضوا كم قسط على 3000 تيعدلوا له شوي قيمتها، او على تنعتبر قبضون على 4000 او على 3900 سعر المنصه القديم. نعم. بيرجع بتوجب رسم الطابع المالي عن جديد؟ ليك نحن ما بناخذ على قيمه البوليصه عند اصدارها. نعم. نحن على المبلغ اللي بتقبضه شركه التامين، يعني انا رحت عملت بوليصه تامين. صحيح. وقتها كان يسعروها بالدولار او باللبناني، قال لي هيدي 1000 دولار مليون ونص. نعم. دفعت له 500000، في رسم طابع مالي بحسب شو الفرع تبع التامين، حياه او نقل. نعم. او نعم. ما بعرف شو، في كثير فروع بالتامين بده يحتسب الرسم على اساس القيمه اللبناني ليه قبضتها شركة التأمين وتسدد. صحيح، هون على أساس القبض، بس ما أنت بتتفق مع الزبون على مبلغ معين يمكن عند إصدار الفاتورة، يعني شركة التأمين إجمالاً عم تدفع رسم الطابع عند إصدار الفاتورة لأنه بيكون تحدد المبلغ. يعني حضرتك بتنبسط وننقل على غير موضوع، بتقول أنه حسب القبض شو بتقبض شركة التأمين باللبناني بدها تحتسب الرسم وتدفع عليه. أوكي. اليوم المادة 17 من قانون رسم الطابع المالي بتقول حرفيا، معلش حرفيا ترحلها، ان تحول من اجل تحديد الرسم النسبي المبالغ المذكوره في الصكوك والكتابات بعمله الاجنبيه الى العمله اللبنانيه على اساس سعر الصرف الاجنبي الذي كان رائجا في السوق الحر في اليوم السابق لتاريخ نشوق الحق بالرسم. شو سعر الصرف الاجنبي الذي كان رائجا في السوق الحر؟ يمكن الاشكاليه حاليا انه بعد ما عرفنا شو هو السوق الحر. نعم. في ناس بتسميه سوق سوداء، في ناس بتسميه قانون رسم الطابع المالي. نعم. بس يتحرر سعر الصرف بالمطلق ويصير نحن عندنا مرجعيه. نعم. تحدد لنا شو سعر السوق الصرف الحر. انا ما في اتكل على منصات ولا في اتكل على شيء. نعم. انا بتكل بالنسبه لي قانون رسم الطابع المالي. نعم. بيقول فرض رسم الطابع المالي بيصير على قيمه المبالغ الوارده في العقد. نعم. انت بتقلي انا قيمه هيدا العقد كذا، بياخد عليه رسم طابع مالي. في ناس بتعتمد امرار بدها تاخد الدولار 1005، بتاخد في ارباك بموضوع سعر الصرف، في ارباك. نحن منطبق او نلزم المكلفين يعني بعد ما بما ورد بالكونترا، مش دائما، حسب الوضع. نعم. حسب الواقع. نعم. طيب بما انه عم نحكي عن الطابع المالي، معقول نرجع نشهد ازمه بفقدان الطوابع بالسوق؟ حاليا وزارة المالية، هلا الطابع الورقي مش اختصاصنا كدائرة ضرائب غير مباشرة، ولكن من خلال عملنا بوزارة المالية بنعرف انه وزارة المالية حاليا اعتمدت مطابع مديرية الشؤون الجغرافية بالجيش اللبناني، والمديرية الشؤون الجغرافية مشكورة عم تحاول تأمننا الكميات الكافية من الطوابع قدر الإمكان. نعم. إن شاء الله نأمل أنه ما يصير في نقص بالطوابع الورقية. جو كمان، هل تعفى عقود العمل من رسم الطابع المالي ولا لا؟ بالسابق عقد العمل كان يخضع لرسم الطابع المالي سابقا، وكان حتى في إشكالية أنه عقد العمل كل سنة نحن بدنا نحط عليه رسم طابع مالي نجدده إذا الموظف مستمر، ولا خلص وانس الموظف فات لعنا وخلص صار موظف على هيدا الأساس بنرفع معاشه وبنرجع بندفع فرق. رجع طلع بقانون موازنة بعتقد بسنة 2017 أعفى عقود العمل العمال اللبنانيين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صاروا معفيين عقودهم من رسم الطابع المالي. هون لا تشجيع توظيف ويدخلوا الموظفين على الضمان اكيد. بينما عقود العمل للاجانب بتخضع لرسم الطابع المالي عادي. نعم.
قبل ما ناقش أنا وياك القرار رقم 267 اللي صدر مؤخرا، عندي سؤالين سريعين. أول سؤال، في أوقات شركات بتمضي مع موظفينا أو بتمضي مع الغير non-disclosure agreement، يعني اتفاقية عدم البوح بمعلومات معينة. تنفترض اليوم جبت حضرتك لنعتبر موظف موظف بشركة فيها كتير معلومات مهمة، بمضوا أنه إذا تركت من عنا أو استقلت أو بخلال وظيفتك ما بحق لك تحكي شيء عن يلي شفته بقلب الشركة من معلومات. هل هيدي الاتفاقية إن كان عليها بند جزائي أو ما عليها بند جزائي بتخضع لرسم الطابع المالي؟ رسم الطابع المالي النسبي يطال اتفاقيات والعقود التي تتضمن مبالغ صريحة أو ضمنية. إذا هيدا النوع من العقود ما بيتضمن مبالغ اختصر يمكن بس على بند جزائي، بند جزائي اساسا مش خالص، البند الجزائي ما في بيقطع ساعتها هيدا النوع من العقود التي لا تتضمن مبالغ لرسم مقطوع، يعني 5000 ليره. طيب وكمان بالنسبه للكاش ريجستر، كنا حكينا انا وياك برات الهواء عن عمليه الكاش ريجستر، عن عمليه الاسس اللي بيتبعوا اسس نقديه. لنعتبر بس واحد يفوت على السوبر ماركت ما بيطلب فاتورة رسمية مع طابع مالي، يعني بيطلع له من البوينت اوف سيل بيطلع له الورقة. في شي كاش ريجستر بيخضع لرسم الطابع المالي وكاش ريجستر معفي؟ بحسب النشاط. نحن الكاش ريجستر بنعتبرها فاتورة او ايصال. مبدئيا المؤسسات اللي بتبيع مواد غذائية استهلاكية هيدي ما عم تخضع لرسم الطابع المالي كإيصالات تصدر عن كاش ريجستر. والمطاعم كمان سناكات اللي بتبيع وبتصدر كاش ريجستر ما عم تخضع. باقي المؤسسات باقي الأنشطة مفترض يندفع رسم طابع مالي على الفواتير والإيصالات. يعني محلات التياب مثلا تخضع. أي نشاط آخر غير هو اللي ذكرتهم لازم يدفعوا 250 ليرة عن كل إيصال عن كل فاتورة بتصدر عن طيب. صدر مؤخرا القرار 267 تاريخ 22 نيسان 2021 اللي عن إعفاء بيع الأسهم وسندات الدين من رسم الطابع المالي. هلا نحن بنعرف كان الأسهم بتبادل الأسهم بشركات المساهمة تبادل حر. بس هون اجت المادة الثانية اللي تقول للاستفادة من إعفاء من رسم الطابع المالي بالنسبة لبيع الأسهم والسندات يجب أن تتم عملية بيع الأسهم والسندات ضمن نطاق السوق المالية اللبنانية. صحيح. بدنا تعريف عن ضمن نطاق السوق المالية اللبنانية، يعني بورصة هو هذا الإعفاء وارد بقانون تشجيع السوق المالية. تهدف إلى تطوير وتشجيع السوق المالية صدر سنة 82. كان في نقاش حول شو هو مفهوم السوق المالية. في مفهوم واسع للسوق المالية وفي مفهوم ضيق. هيدا القرار اجى ليوضح ويقطع الالتباس انه السوق الماليه المقصود فيها بمفهومها المباشر والضيق هي البورصه، كل عمليه بيع او شراء للاسهم بالبورصه تعفى من رسم الطابع المالي كعقود بيع وشراء، خارج البورصه لا تعفى. بس نحن بدنا نقول انه نحن نعرف انه الشركات المساهمه ملزمه للتسجيل ببورصه بيروت، ولكن مش كل الشركات المساهمه اسهمها مدرجه ببورصه بيروت، يعني الأسهم المدرجة ببورصة بيروت معروفين كم مصرف سوليدار وترابي البيضة وريمكو. طيب شو بيصير هون بهالحالة؟ بس هول المعفيين ولا بده يكونوا مسجلين؟ يعني اليوم في إشكالية، أنا كشركة بدي يكون مسجل ببورصة بيروت ولا أسهم مدرجة ببورصة بيروت لا انعفى، واللي مش مسجلين بقى ينعفى؟ بيقول النص ان تتم عمليه بيع الاسهم في السوق، ما ان تتم يعني تكون مدرجه وتصير التبادل، بس ما في حدا تداول مدرج بالاسهم. المدرج هو يعني المدرجين خمس او ست او سبع مؤسسات. هو شو اسمه القانون؟ تطوير وتشجيع السوق الماليه. منشان نشجع يمكن لاحقا الناس تتسجل ببورصه بيروت. طبعا يمكن الموضوع فيه شويه تعقيدات بس حاليا وعمليا التطبيق هيك. طيب لما بنقول اجل الشركات او تمديد اجل الشركات، يعني رح تفسر لنا اكثر شو يعني تمديد اجل الشركات؟ بس هل يتوجب رسم طابع مالي كمان على اجل على تمديد اجل الشركات؟ اكيد اكيد. الشركه عاده اي شركه تنشا مؤسسه تنشا بيكون محدد اجلها في مده معينه بيحددوه الشركاء بين بعضهم باتفاق ببعضهم ضمن نظام الشركه. بيقولوا هيدي مدتها 10 سنين 12 13. للاسف كثير ناس بينسوا ما بيقعدوا ينتبهوا انه خلصت مده الشركه، بعدين بنكتشف نحن هذا الموضوع او هن بيكتشفوا بيتعرضوا لغرامات. المفترض دائما عند انتهاء مده الشركه يتم تمديدها من قبل الشركاء بمحضر شركاء، يتم تمديدها ويدفع رسم طابع مالي. اذا ما تم تمديدها
بشكل واضح وصريح بموجب محضر اجتماع للشركاء، نحن بنعتبر الشركة عم تتمدد ضمنيا وتلقائيا ومنخضعها لرسم طابع مالي مع الغرامة، وهيدا مشكلة بيواجهها كتير ناس. نعم. طيب طيب بالنسبة للتأمين العقاري اللي بيجي على رسم على التأمين العقاري اللي بيكون بالعقود البيع العقاري، ليه بيخضع التأمين العقاري لرسم الطابع المالي؟ هو كل موضوع بيقول لك إذا تعددت المبالغ، إذا في وحدة موضوع بناخذ على الرقم المبلغ الأكبر. نعم. إذا كان في عندنا بيع وتأمين عقاري، هون في موضوعين بدنا ناخذ على مجموع المبالغ، يعني بعتك عقار ب 100,000 وعملت عليه تأمين 150,000، بدنا ناخذ نحن على 250,000. هذا مثال بسيط. طيب اخيرا بسؤال تنهي فيه الحلقه اليوم، ليش ما بيتم ما بصير الطابع المالي الكتروني بظل الوضع الحالي اللي نحن فيه الكورونا؟ صح، علما انه عندكم كثير تسهيل، يعني وزاره الماليه عندها صار منصه الكترونيه جيده جدا، لما بتسعفها الانترنت بتكون جيده جدا. صح. وفعلا يعني العالم عم تقدر تتماشى مع نحن متمنين هيدا الشيء وعم نسعى له وعم نشتغل عليه. في مسودات كثير انعملت لانه هي بدها تعديلات قانونيه وتحضير اداري ولوجستي وهي. نعم. عندنا كثير وسائل عم نشتغل عليها، ان شاء الله اذا ساعدتنا الظروف والوضع بالبلد تحسن بتشوفوا اكيد تطور كثير كبير بموضوع تسديد رسم الطابع المالي وغير ضرائب غير مباشره. إن شاء الله خير. يعني شرفتنا اليوم أولا رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أستاذ بسام مهدي، أهلا وسهلا فيك، بشو لك وشو عليك عن جديد. شكرا لك. وأجو أيضا بدي أتشكرك، كانت حلقة فعلا تسقيفية بامتياز. مشاهدينا أنا بشكركم جدا. شكرا مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا، أكيد بنشوفكم بحلقات مقبلة من شو لك وشو عليك. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.